تجربة آيس كريم أوريو من البيت. طبعا الطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده، أوريو ستيك آيس كريم، سهلة التحضير وسهلة جدا كمان. طبعا الستيك اهو قدامكم متماسك والقوام بتاعه مظبوط وكل حاجة. تقدروا تعملوها في البيت بدون اي تكاليف، التكلفة بتاعتها سعر قطعة البسكوت بس. طبعا ممكن تتعمل بأي نوع اوريو. فاصل ونشوف الوصفة سهلة بس. هنا بنحضر كيس لبن نيدو في كوباية، وبنضيف عليه نص لتر لبن، لبن بخيره أي لبن عندك أو المتاح يعني. بنضربه كويس أو بنخفقه مع بعض كويس عشان يبقى مكثف شوية. بعد ما تخفق مع بعضه كويس جدا اتأكد عشان ما يعملش اي كتل او اي تكتلات. طبعا بنجيب باكل بسكوت ونكسره عشان يبقى قطع صغيرة من جوه. طريقة سهلة وبسيطة جدا، بنفتح الباكو من فوق حطيه في كوباية بحيث ان هو يبقى ماسك نفسه بس مش اكتر. ببدأ هنا أضيف عليه حاجتين، الستيك. طبعا تقدري تعمليه بستيك شفاف أو أبيض أو اللي هو الستيك الخشب، وببدأ أضيف عليه الحليب من فوق. الطريقة يعني سهلة جدا جدا جدا، مفيش أبسط من كده. طبعا هنا الموضوع معانا مش مكلف جدا، لان هي اصلا سعر القطعة 2 جنيه، والستيك غير مكلف، وكل اللي بتجهزي بس اللبن وبتضيفي عليه اللبن نيدو عشان يبقى مكثف. وبكده معاكي ستيك ايس كريم اوريو. Thank you.
طبعا بعد ما خلصناه دخلناه الفريزر، وده الشكل النهائي بتاعه. هنفتحه مع بعض كده ونتفرج ونشوف. طبعا حابب بس اعرف ان لو جبنا ايس كريم اوريو عموما عمرنا ما هنجيبه لا بالحجم ده ولا بالدسامة دي. طبعا بالنسبة للطعم كلنا عارفين بسكوت الأوريو طعمه عامل ازاي، والآيس كريم الأوريو كلنا عارفين عامل ازاي. تقدري أو تقدر تعمل 5 ستيك تكلفتهم 15 جنيه بالظبط. موضوع سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي تكاليف. متماسك القوام بتاعها مظبوط زي ما انتوا شايفين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، واكتب لي في التعليق انت حابب ايه او انت عايز ايه. والسلام عليكم.